يمكن ما كتشوفوا اننا كلجنه وطنيه لضحايا امتحان المحاماه والتنسيقيه الوطنيه المرصه بمباراه المنتدى بالقضائيين، لازلنا مستمرين في المعركه النضاليه ديالنا. هذه المعركه النضاليه اللي كتجي من بعد هذه الفضائح والمهازل اللي قام بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، واللي خرج مؤخرا في تصريحات كيأكد على انه خرق القانون وعلى انه تدخل من اجل انجاح المستشار ديالو اللي لا تتوفر فيه الشروط القانونيه، واللي كان واحد التضارب صارخ للمصالح من خلال استغلال النفوذ ديالو والقرابه ديالو من وزير العدل، ومجموعه ديال الفضائح وديال الخروقات اللي كانت واضحه ومفضوحه بشكل غير مقبول. لذلك نقول حنا كضحايا ديال امتحان المحاماه والتنسيقيه الوطنيه لمباراه المنتدبين اننا مستمرون في المعركه ديال النضاليه ديالنا. واحد العشرات ديال الوقفات الاحتجاجيه قمنا بها، اعتصامات، مجموعه ديال الخطوات النضاليه. اليوم السبت 29 يونيو كذلك هذه هي الوقفه الرابعه بعد الفضيحه ديال امتحان الفضيحه ديال مباراه المنتدبين. للاسف لا زالت الاذان الصماء هي النهج الوحيد ديال وزاره العدل وديال المؤسسات. لا زلنا لم نرى ان النيابه العامه تحركت لتفتح تحقيق بخصوص واحد القرائن واحد الفضائح اللي واضحه واللي مفضوحه. لذلك نقول ان المعركه النضاليه ديالنا هي معركه مستمره حتى احقاق الحقوق وحتى انه يتم ارجاع الوضع الى ما كان عليه، لانه لا يعقل ان نقبلوا بالوزائع السياسيه والعائليه، ولا يمكن ان نكونوا كطلبه كنجدوا كنكدوا كنبريباريو من اجل هذه الامتحانات هذه وكنلقاو انه كاين لوائح جاهزه ديال الناجحين وديال المنجحين فقط لانهم عندهم قرابه بالسي عبد اللطيف وهبي وعندهم قرابه بالمسؤولين داخل وزاره العدل او لا من الحزب ديال بام او الاحزاب اللي مستفيده من هذه الكعكه هذه. لذلك نقول كفى من المحسوبيه والزبونيه، كفى من الوزائع العائليه والسياسيه، والمعركه النضاليه راه مستمره، وان لم يكن اي تحرك من اجل انصاف هذ المتضررين فكونوا اكيدين انه غادي تكون انعكاسات وخيمه اللي لا تحمد عقباها. احنا اليوم كان جينا وقفنا هنا قدام برلمان باش نعبروا على الغضب ديالنا على النتائج ديال مباريات المنتدى بالقضائيين اللي شملات واحد المجموعه ديال الخروقات كتجسد في عدم احترام وخرق الماده الثانيه من القانون رقم 10 الصادر عن الوزير التي تتحدث عن السن القانوني لاجراء او الترشح لاجراء هذه المباراه، وثانيا جينا نتحدثوا على الخروقات اللي شابت الاعلان عن النتائج ديال مباراه المنتدى بالقضائيين اللي عرفت واحد المجموعه ديال الاسماء، وهذوك الاسماء اللي عندهم صله بمدراء المديريات وزاره العدل وصله برؤساء مصالح وزاره العدل، اللي احنا حسينا بالحقره وحسينا باننا في واحد البلاد اللي مازال كتكرس الزبونيه وكتكرس المحسوبيه. لهذا احنا كنطالبوا من الجهات المعنيه ان تفتح تحقيقا في هذه المجموعه ديال اللوائح، هذه اللائحه ديال مباراه المنتدى بالقضائيين، لانها كتعرف واحد المجموعه ديال التجاوزات وواحد المجموعه ديال الخروقات. هذه الخروقات، وثانيا الرد على واحد المجموعه ديال التصريحات اللي كيجي بها وزير العدل كل مره في الخرجات الصحفيه ديالو، من خلاله انه كيوصف هذه المجموعه ديال الاشخاص المتضررين على اساس انهم هما متطرفين، هما اشخاص كيبعثوا الناس لافغانستان باش ذوي فكر متشدد. هذا الشيء كامل كيلخص بان احنا لم نتجاوز سقطه امتحان المحاماه، سقطت امتحان المحاماه اللي كانت فيها واحد المجموعه ديال الخروقات اللي تم تناولها في واحد عده منابر دوليه، سي ان ان، سكاي نيوز، الجزيره، بي بي سي. هاد واحد المجموعه اعلام عالمي تناول هاد النكسه اللي تعرض لها المغرب في مجال مباريات وزاره العدل. وزاره العدل اللي خاصها تكون واحد الوزاره اي شخص تغتصب ليه الحق ديالو ولا تعرض للاهدار انه يلجا لها باش يحقق الحق ديالو ويلجا لها باش يحمي الحق ديالو. هي خاصها تكون المشعل ديال الحق والقانون. اليوم كنلقاو ان وزاره العدل بقياده السي عبد اللطيف وهبي كوزير ممثل هذا القطاع انها كل مره كتقوم باجراء امتحانات او مباريات كنوجدوها بانها تصر على تكريس الفساد، تصر على تكريس الزبونيه، تصر على تكريس المحسوبيه، وهذا كيؤدي بنا اننا كنخسروا واحد المجموعه ديال الكفاءات اللي هي ضروريه وهي قادره على انها تخدم البلاد وتزيد بالبلاد القدام. اليوم جينا امام قبه البرلمان من اجل الاستمرار في النضال اللي قام بهم السيد الوزير العدل، وشفنا باللي اللائحه تضم مجموعه من عائلات مسؤولين
وكما ان السيد الوزير خرج مؤخرا بتصريحات اللي كيصرح فيهم بان المستشار ديالو انه دوز امتحان وجا فيه نقطه عاليه، بحيث حنا العكس، حنا دوزنا امتحان فيه كوسا ام اللي هو سيستم كنديان، وامام هذا الحيف والظلم والحقره والجرائم المرتكبه ضدنا جميعا جينا اليوم كمرسبين وطلبة القانون باش نقولوا كفى، كفى من الفساد، كفى من المحسوبية، كفى من خرق الدستور وخرق القانون، وجينا أيضا باش نقولوا نعم لتخليق مرافق الدولة، نعم لنشر مبادئ الحكامة الجيدة، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب. وحنا اليوم جينا باش نناضلوا من أجل حقوقنا المشروعة، وخرجنا نناضلوا أننا كنآمنوا بدستور المملكة وقوانين المملكة، وعازمين أننا نناضلوا ضد دعابة وزارة العدل. ومن هذا المنبر هذا كنناشد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الأب الروحي ديالنا، وإحنا نحن أبناء وأبناء هذا الوطن اللي عندنا إحنا غيرة لهذا الوطن، وبأننا تنصفنا وتنصف جميع طلبة القانون. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.